حوالي في نقطة مهمة جدا. ايه بقى؟ لما عملنا الانونسمنت النهاردة، انت على الانونسمنت بتاعك تحديدا كل الناس بتسال امام عاشور امام عاشور امام عاشور امام عاشور امام عاشور، كل الكومنتس كده امام عاشور امام عاشور. شوف سهله بدايه كده على طول، اول سؤال امام عاشور، عشان بس ما هتلاقي الناس قاعده دلوقتي مستنيه. فكريم ما سالش امام عاشور ليه؟ امام عاشور موقفه ايه؟ الوضع بالنسبه له حتى الان ايه؟ طيب الحلقه اللي فاتت كريم كانت يوم الاثنين 3/7، قلت لك بالنص كده عنوانه كريم: الاهلي توصل لاتفاق مع امام عاشور. ده كان كلامنا الاسبوع اللي فات قبل ما الدنيا تسخن على امام عاشور. صح، وان امام وقصه صح. كان الكل رايح في وانا هعترف ان انا قلت لك انه خلصان مع بيراميدز، وكان كانت كلامي معلومه صحيحه. لا، وكان كلامي وقتها انه فعلا بيراميدز هو اللي كان جاهز بالكاش. بالزبط. يعني انت هو انت ما لسه كنت هكملك ان وقتها فعلا بيراميدز كان بيتحرك بجديه، ولكن خلال الايام الاخيره يعني حصل تحركات كده غيرت الكفه شويه لصالح النادي الاهلي، بناء على رغبه اللاعب. رغبه اللاعب هي كانت اهلي او زمالك، هو شايف ان هو عايز يلعب في فريق جماهيري. فكره الانتقال من الزمالك لبيراميدز او من الاهلي لبيراميدز، هو ما كانش حابب ان هو ياخد الخطوه اللي خدها نجوم قصر قبليه يعني، ففضل خطوه الانتقال للاهلي. ده كنا اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات. الكل خلاص قال لك امام عاشور لاعبا في النادي الاهلي، لكن خليني اكد لك يا كريم ان لسه مازال في خلاف على انتقال امام عاشور للنادي الاهلي. الخلاف بيتمثل في ايه؟ وهو اتفاق النادي الاهلي مع ميتلاند. لحد دلوقتي ما حصلش اتفاق ما بين الاهلي وما بين ميتلاند على الرقم اللي هيدفع. ميتلاند كان دافع 3 مليون دولار في انتقال امام عاشور من الزمالك لميتلاند. فالنادي الدنماركي ببساطه جدا عايز على الاقل يبقى عنده نسبه ربح. نسبه الربح دي حوالي من 350 ل 500، يعني النسبه دي. امبارح بالليل ميتلاند طلب من النادي الاهلي 3.5 3500 زي ما انت قلت كده. 3 النادي الاهلي مش عايز يوصل لل 3 مليون، هو النادي الاهلي شايف ان انا عايز اقل عن ال 3 مليون برده، عشان في نفس الوقت ابقى انا فزت بالصفقه وفي نفس الوقت فزت في الديل ان انا جبت اللاعب برقم اقل من اللي هو اصلا طلع بيه، ففي نفس الوقت يبقى انا حققت انتصارين. لسه نقطه الخلاف دي هي اللي عامله ازمه. من الناحيه الثانيه نادي الزمالك، لان الزمالك طرف رئيسي برضه في التفاوض، لان الناس بتسال، لان امام كان لاعب سابق في نادي الزمالك. هقول لك معلومتين. خرج النهارده كابتن احمد حسام ميدو عضو اللجنه الفنيه في نادي الزمالك، او يعني نجم الزمالك السابق، لان اللجنه الفنيه في نادي الزمالك قيل ان هي خلاص تركت مهام عملها. بس هي تركت مهام عملها بالشكل الرسمي، لكن بالشكل الفعلي هي شغاله. بص اللي انا عارفه سريعا في القصه دي، هي اصلا يعني ما لهاش دور قوي، هو الدور امير وميد هما اللي بيتحركوا في قصه، يعني ما هي دي اللجنه الفنيه. فدي اداره الكره او اللجنه الفنيه ان كان المسمى. فقصه الزمالك النهارده وامبارح حصل كلام مع امام عاشور، من امام عاشور لناس زملكاويه نجوم سابقين في نادي الزمالك، والنهارده في مسؤول زملكاوي سابق تواصل مع امام عاشور في محاوله لاقناعه بان هو يتراجع عن الانضمام للنادي الاهلي وينضم لنادي الزمالك. لسه القصه شويه كريم، الاهلي لو حسم اتفاقه هل هيخلص القصه دي؟ لا، انت بتفاجئني دلوقتي. دلوقتي الزمالك لسه في الصوره بنسبه ضعيفه جدا، بنسبه ضعيفه بس جدا، بس ممكن يحصل كومباك كده وفجاه نلاقي امام عاشور في الزمالك. وارد، بس انا بقول لك برده بنسبه ضعيفه جدا. مين المسؤول؟ مش حابب اذكر اسمه عشان بس ما يدخلش في يعني في جدل كبير والناس فاهمني. يعني رجل اعمال كبير، في مسؤول كبير جدا كلم امام عاشور. مش هسألك على الاسم، رجل اعمال كبير كان موجود في اللجنه المعينه الاخيره. كان واحد من اللي بيديرون الزمالك في فتره سابقه. حلو جدا. طيب شوف برضو مش ورا هوال انا، مش هسيبه.